السريع حين التعرف على شاب بطريقة شرعية صحيحة، فهو الذي سيأخذ قلبه إن كان يعامله بطريقة حسنة. القضية الثالثة وهي المهمة أيها الأخوة، تشكيل نظر خاطئ عن الزواج. تخيلوا أن هذان الشابان بعد رحلة طويلة من المعاكسات والمغازلة وقلة الحياة والدتيت، كيف سيدخلان في هذه الحياة الزوجية؟ كيف؟ هل سيكون هناك محبة؟ هل سيكون هناك مودة؟ هل يكون هناك استقرار؟ هل يكون هناك يعني ثقة؟ لعله عقاب من الله سبحانه وتعالى لهذا الشخص، لعله ولعله عقاب لهذه الأمة. أسأل الله سبحانه يرفع عنا وعنكم يعني عقابه وسخطه. القضية الرابعة المهمة، الحياء. الحياء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء والإيمان قلنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. حينما يعني نستمر في هذه الممارسات الخاطئة سيرفع الحياء، لأن قلة حياء حقيقة. فإذا رفع الحياء رفع الإيمان. هل تريدون أيها الأخوة وأنتم خير أمة أخرجت للناس؟ الله سبحانه يقول لكم أنتم مو بأنا، أنتم يقول لكم أنتم خير أمة أخرجت للناس. إذا الله سبحانه رفع عنكم الحياء ثم رفع الإيمان، ماذا سيبقى لكم؟ يعني لا دنيا ولا دين. يعني أنا ما شاء الله لو أشوف الأمة ظاهرة على الأمم، لو أشوف الأمة والله تقود الأمم، يعني قلنا دين ودنيا، لكن أمة مدعوسة تحت النعال، أمة تقال، أمة الفاكهة تجينا من كل ما نزرع فاكهة، أكلنا يجينا من برا، لبسنا يجينا من برا، أبي شيء واحد نقدر نعتمد فيه على نفسنا. يعني أمة يعني للأسف نسأل الله أن يرفع يعني مقته وغضبه عنا. فإن رفع يعني فإن وصلنا إلى ما وصلنا إليه عدة أسباب ليس اليوم مكان نقاشها، فأقلها أن نحافظ على إيماننا، لينطى الله سبحانه وتعالى بإيمان. هل تخيل أحدكم أنه يقابل الله سبحانه وهو ليس لديه إيمان؟ كيف يكون وضعك؟ هل تملك الشجاعة أن تقابل الله وقد رفع حياءك وإيمان؟ القضية الخامسة وهي المهمة، الجيل الآخر، يعني جيل أبو وأم تعبانين، جيل بعدهم تعبان، يعني هل الجيل هذا قادر رب الجيل الآخر؟ كيف سيكون تشكيل المجتمع بعد ذلك؟ الله سبحانه وتعالى قد رفع بقوم لوط السماء ثم خفس بهم الأرض. من ذهب إلى الأردن يرى غول الأردن ويعلم إن في قصرنا عبرة. الله سبحانه وتعالى يطلب منكم التعبر وأخذ العبرة. رفع الله بهم ثم خسف بهم، والله قادر على أن يخسف بأحد كما خسف بقوم لوط. الله قادر سبحانه وتعالى. لكن متى يكون ذلك؟ إذا انتشر قوم لوط، انتشر لديهم اللواط بطريقة الحقيقة يعني مقززة، ولكن الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم نذيرا ورسولا ولم يسمعوا. وهذا واجبنا جميعا، إنكار المنكر لا يكون بطريقة الهيئة. الهيئة هي جهة تنفيذية زي الشرطة هي، لكن جهاز خاص. إنكار المنكر يكون بالخلق ويكون بالنصيحة ويكون بمناقشة هذه القضايا. إذا لم ننكر المنكر ورأينا معناها أننا راضون. القضية الأخيرة التي أحب أن أوصلها لكم أيها الأخوة، الحب هو مشاعر موجودة في قلب الإنسان رغما عن الإنسان. أيها الأخوة، لا تقفوا أمام الطبيعة، لا تقفوا أمام الشيء الذي خلقه الله وهو أعرف منا بما يصلح لنا، ولكن الله سبحانه وتعالى حينما سمى نفسه الحكيم أنزل أمورا وقننها، قننها، حرم شيء وحلل شيء، جعل الزواج بطريقة، حرم الزنا بطريقة، قال خمر ما فيه لكن أحل لك أمر آخر. كل شيء في هذه الدنيا مقنن، الله قننا، لم يتركنا هملا بحكمته سبحانه وتعالى. ولذا لا يعني لا يصلح أن نغلب عادة أو تقليد أو عرفا في مجتمع على دين الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، أنا ما أدعو إليه وأريد أن أوصله، يا العريس قبل ما يتزوج مفروض أنه قال أمة أنا أحب زوجتي، ما يقول لا والله أحبه، والله زين ممتازة، بيت متدين على الآخر، يا حبيبي تزوج البيت، تزوج البنت. لا صحيح أنها قضية تنرفز صراحة، يعني لما تقول والله أمها ممتازة تزوج أمها، والقضية كانت دور على الأم والأبو والبيت، أنا لا أقول غير مهم، البيت مهم، ولكن أنت ستقتنم بفتاة، هل تحب هذه الفتاة أم لا؟ إذا أحببتها قل أحبها،
أحبك تقول أحبه. أنا ما قلت تجي الفتاة في الشارع هنا الآن والبنات اللي يدرسون وياكم شوف والله أنا أحبها، لا أنا ما قلت كذا يا جماعة. بعد إحنا يجب نكون منظمين بأفكارنا، يجب أن يكون هناك حياة. لكن أنا أتكلم عن مشاعري، أنا أحب فلانة أذهب إلى عبد العزيز صديقي حبيبنا نزير صديقي، أروح أقول الله يا أخي أحب فلان شو الطريق يا أخي؟ أنا ما أقدر أتزوج، أقدر أتزوج أقدر من أخطبها شلون أخطبها، أبي أعرفها أبي أتعرف عليها بكلم أهلها، طريقة منظمة. أنا ما قلت رح في الشارع وأوقف وصار أحب فلانة، هذا جنون. ولم أقل اذهب إلى صديقتك في الجامعة اللي تدرس معها وأقول أحب، يعني هذا قلة حياة كذلك. لكن ما ندعو إليه أن تكون الأمور أسلس وأخف. حينما تخطب فيصل الحربي وتشوف البنت قل لأمك أحب هذه الفتاة، لا أقول والله البنت هذا ما يفتح والبنت لا تتحجب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلي الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويلي لنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذا وصلوا وسلموا على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه. فقال عز من قائل عليم أن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وأنعم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، واحمي حافظ الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب. اللهم وأبلغ لهذه الأمة أمر رشد المعارف والطاعة، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم من ولي من أمن المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به يا رب العالمين. اللهم ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليه فاشقق عليه يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين. اللهم اغفر الظالمين والظالمين واخرج المسلمين من بين ايديهم سالما من الظالمين يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله.